كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. وهذه ساعة جديدة، حديث الساعة، ساعة جديدة اللي ما لايقة حتى شي حاجة. ساعة جديدة، الطفل ما بقاش كيشبع النعاس، يفيق يمشي للمدرسة في الظلام ويرجع في الظلام. امتى هذا الطفل غادي يرتاح؟ امتى هذا الطفل غادي يدير الدروس ديالو؟ امتى هذا الطفل غادي ياكل؟ غادي يولي يكره هذا التعليم ويكره القرايه. لحسب انا ما كنشوف بزاف الاطفال كنهضر معاهم كيقولوا لي يا خالتي كنشوف الظلام ونشوف الظلام، هذه القرايه طلعت لينا في الراس، وهذه عاد تزيد المواد بزاف. الدري الصغير هز المحفظه ديالو وثقيله عليه، ما نافعنا بوالو. قول لي انا هاد السعب باش نافعنا؟ حنا ما كنتبعوش، كنتبعوا الدول الاوروبيه في شي حوايج تافهه ما لاحقاش لينا. حنا اش غدير لينا حنا هاد الساعه؟ واش تبعوا اوروبا، تبعوها في التعليم، تبعوها في السبيطارات، تبعوها في الخلاص ديال الموظفين، تبعوها في هادشي. ماشي انتم تخليوا هادشي كامل ما كيبانش ليكم، كتمشوا لحاجه تافهه. نديروا ساعه، هما زادوا ساعه، هما لا زادوا ساعه لايقه ليهم، حنا ما لايقاش لينا. اليد العامله راه كيفيقوا مع النبوري باش يمشيو للمعمل يخدموا وما يخرجوا حتى الليل. اش غدير لهم هاد الساعه؟ قول لي دخلنا عليك باللاشات. الوقت هو الوقت، ما كدير لهم حتى شي حاجه. شنو؟ لانه هو دار هاد الساعه، هو ما كيمشي للبيرو حتى 12، يبرك فيه واحد نص ساعه ويخرج. ولادو كيقراو بريفي والاغلبيه كيقراو برا، يعني ما سوقوش. هذا كيفكر في الشعب؟ هذا ما كيفكرش في الشعب. تقول لي البرلمان كلهم حتى شي واحد، قول لي شي واحد دار شي حاجه مفيده للشعب من غير سيدنا كذب على الكذاب، من غير سيدنا إد بوحدو اللي كيتلقاه. هو مشى لهاد البلاصه دشنها، هو دار الماء في هاد البلاصه، هو مشى لهاد المدينه دار فيها مدرسه. وقول لي شي برلمان يعني واحد مشى لشي مدينه ودار فيها شي حاجه. كنقول لهم هادشي اللي كديروا راه حشومه، وراه خصكم ديروا شي حاجه اللي غتنفع هاد الشعب. ديروا الناس فين يخدموا، نقصوا من هاد الغلا اللي كاين. راه كاين اللي مسكين ما في استطاعتوش يشري حتى خبزه، ما كيشريها، كيربح 600 ريال النهار. اش غدير ليه؟ هو كاري، اش غدير ليه؟ راه هاد الناس اللي لاباس عليهم وهاد البرلمانيين خصهم يحسوا بهاد الفقير، يحسوا بيه، يحسوا بهاد الناس اللي كيتكرفصوا فيها دابا في الشتا سير للجبال. العام اللي فات انا مشيت لورزازات، مشيت للجبال كنضربوا 100 كيلومتر وكنشوفوا الناس فين عايشين. تبكي والله حتى تبكي، كتشوف دري كيضرب. كنسول الدراري الصغار كنقول لهم كيفاش كتمشوا للمدرسه؟ عندكم شي ترونسبور؟ كيقولوا لي لا. كيفاش كتمشوا للمدرسه؟ كيضربوا 10 كيلومتر على رجليهم و10 كيلومتر فاش يرجعوا في العشيه. البيست ما عندهم مدارس، ما عندهم سبيطار، ما عندهم والو. المراه حامله كتموت في الطريق، ما تجي فين توصل للسبيطار حتى كتموت. هذا هو اللي بغيتوا ديروا شي مشاريع وديروا. لان سيدنا بوحدو يضرب يد وحده، قال لي ما كتضربش الرش، يد بوحدو يخدم البلاد راه ما يمكنش ولا يعقل. راه خصهم يتعاونوا معاه، خصهم يديروا يدو في يدو، ماشي اقسم بالله العلي العظيم. راه هذاك الحلفان اللي كيحلفوا راه هو اللي غادي يخرج فيهم ويخرج في ولادهم. ما دايرين حتى حاجه من غير سيدنا يكذب على الكذاب، حتى واحد ما كيدير شي حاجه.